Ouais, fait comme musique. داني الطائي والله. شوف البروفايل. ايه لا تحط لي صورتي ليك ما ابش يعني. تيك توك مليان ناس دي سي. طيب شو يعني يولي فلون او وجي فلون فلون اللي فلون انتي. انا من حما جايز. كيف بيروحوا انه عندي كل هالناس؟ والله انا لسه جديدة، فلما بشوف ناس كتير بحس اني لازم ابقى. فشو تنصحوني؟ خلاص من هون ل5 دقايق لو رحتوا وما حد يعني بقي باللايف خلاص بسكر. ماشي اعملي اكل. مشكلة بيت كتير مكركب، مو قادرة اتحرك عرفتوا. حاسة لو بدي اخذ التليفون لهنيك يعني حاتوتر بزيادة، زائد اني انا كنت نايمة واختي كانت فاتحة لايف. قام دخلت معها بس هيك شوي مشان هيك سليها وتسلى معها. بلكي تحقق حلمك وتفولي دبو سيارة. ايه فانا شو سويت؟ كنت نايمة وصحيت وجيت فتحت لايف دايركتلي، يعني لا زبطت وضعي ولا شكلست اموري ولا عملت اي شي. مرحب اهلا. اختك؟ اختي بدبي. عادي؟ لا مش عادي، هو عادي بس انا مش يعني نفسيا عرفت مش مستعدة. فكرتك اوبية. هاي هاي صابعك مش الكسين ربنا. ماشي بابا شو بيشتغل؟ اشتغل free or free single اسمه. لا ما بقول بابا شو بيشتغل. بسألك سؤال كلاسيكي. نعم اسأل. Kurdish thoughts in English. okay. الأينينر. صباح الخير. ليش الإصبع الوسط؟ مش هعمل هيك خلص. انتو الإصبع الوسط تحضر بس من نص حسته. سكر ولك سكر، بكرة بترسب. عيب؟ لا مش عيب، انا قليل ادب. فكرت الاطفال مكسور. لا مش مكسور هو هيك. لا تصيروا قليلين ادب والله. قديه كلفوكي؟ يعني بشكل وسطي كل ما بعمل اضافري بكلفو 50 يورو. حميد جيم ناميش بنامش بنامش بنامش. او اي اهلا من وين؟ أنا من سوريا. كيوت ثانك يو. حسيت 50 يورو بتجوز فيهم. بلشنا مقارنات. 50 يورو ما بيشتروا لك شي هون، بيسووا لك أظافر مرة. أهلين رامي، أهلين أبو خليل، أهلين جميعا. صباح الخير. ما الرأي؟
الاصبع اللي بالنص بخليه لامك، معرفت لمين بخليه. يلا نقلع، عم ما ألزوقكن شعب ممحون من سوريا، مستخسر جيبي تنظير. في أشياء بالحياة هي أولويات. طيب أنا مش مستخسرة، بس إنه أنا ما بحط ميك اب ولا بشتري ملابس ولا بعمل شعري، ما بعمل شي بحالي، ما بجيب مواد تجميل وبدهن بشرتي وقصص. طيب بس الشغلة اللي بتخليني ارتاح وانبسط نفسيا انه اعمل اظافري، فهذا الشي اللي بخليني احس اني انا عم بعطي شي لنفسي كجائزة او شي بالحياة لاني عم بتعب. بنفس الوقت انا ما فيني اصرف مصاري كتير على جمالي وقصص التجميل، يعني هاي الشغلة صح بدفع عليها 50 وتشز، يعني شوي مبلغ بالشهر بالنسبة لدخلي. ف انه اوكي بقول معلش اتس فاين، يعني بدفع على هون بس بوفر من ناحية اخرى.